لكن مش هي دي المصلحه يا جماعه. حضراتكم شايفين ان احنا نطلع دلوقتي في الاتحاد المصري لكره القدم اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد تقول لك احنا هنلغي الدوري؟ لا. انا الحقيقه برضو امبارح محمد فضل مع سيف زاهر، كابتن محمد فضل مع كابتن سيف، محمد فضل اتكلم على وهو عضو اللجنه الخماسيه، اتكلم على بعض اللي قال لك ان خلال الفتره القادمه هنبتدي نقعد مع الانديه، وده الكلام اللي احنا كنا بنطالب بيه خلال الفتره السابقه. لو حضراتكم متابعين ملعب الاهلي وكل الناس اللي بتتابع ملعب الاهلي، كانت دايما الطلبات اللي بنطلبها ايه؟ يا جماعه من فضلكم كاعضاء لجنه خماسيه ومسؤول عن كره القدم، من فضلكم خلال الفتره اللي جايه نقعد مع الانديه وندرس الاقتراحات المقدمه من كل الانديه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، علشان نقدر تقدروا كلجنه خماسيه يبقى عندكم فايل كبير تقدر تدور من خلاله للمقترحات التي تفيد الكره المصريه من وجهه نظركم كلجنه خماسيه. فالحقيقه انا اتبسطت جدا محمد فضل طلع امبارح مع سيف واتكلم في هذا الامر. الحمد لله احنا بقالنا قد ايه بنطالب؟ بقالنا اسبوعين ثلاثة أربعة خمسة بنطالب بهذا الأمر، من أول ما موضوع كورونا ده بدأ. وأنا دايما أقول وبتكلم بصفة شخصية مع كل الأعضاء اللي موجودين، من فضلكم يا جماعة اقعدوا مع الأندية بحيث لما يبقى الموضوع إن شاء الله ينحسر خلال الفترة اللي جاية موضوع كورونا، يعني يبقى عندنا، يبقى احنا عملنا الشغل بتاعنا، الواجب بتاعنا، الهوم وورك بتاعنا، عملنا والله قعدنا مع الانديه فادونا المقترحات اللي ممكن نشتغل عليها الفتره اللي جايه. وانت حط بقى رايك كاداره لكره القدم المصريه. فانا مبسوط الحقيقه، مبسوط من حاجه زي دي، مبسوط ان الناس بدات تسمع وتعرف ان الكلام اللي احنا بنقوله هو المصلحه العامه وليس شيء اخر، هو المصلحه العامه وليس شيء اخر. ويا جماعه صدقوني للمره المليون، للمره المليون، النادي الاهلي والله الدوري ما فارق معانا خالص خالص، ولا يعني دايما النادي الاهلي ينظر للمصلحه العامه، للمصلحه العامه دايما. دلوقتي النادي الاهلي بينظر لصحه وسلامه الناس والمصلحه العامه. فاتمنى برضو ان الموضوع ده، موضوع الالغاء والانديه، ما هو شوفوا حضراتكم مين الانديه اللي بتطالب بالالغاء؟ الانديه التي لها مصلحه خاصه في الاعاد في الدوري العام، او ان هي مش هتاخد البطوله. بس خمس ست انديه معروفين بالاسم. فالموضوع بالنسبه لنا هو موضوع نتمنى ان شاء الله ان هو تبقوا حضراتكم دايما عارفين ان النادي الاهلي لا ينظر الا للمصلحه